عاملين يا جماعه ايه الاخبار؟ استكمالا لتحديات المطورين في وضع المراه، دلوقتي جه طريقنا مع المصانع الحراريه. يلا بينا وضع المراه. وجبت الدكتور انتروبي، تسرش بالك سبسكرايب الحاجات الحلوه دي. يلا طبعا طبعا كل حاجه في الشقه باظه يا معلم. وليه حلو وي الطريق ده مش بلعب فيه كتير الصراحه، ف عم نمشي. ماشي ماشي ماشي، بالنسبه لاول محاوله يعني فقدت السرعه بس قشطه. الحته اللي فيها تلج اللي كان فيها مشكله. طبعا بقى هبتدي اتعلم انا اعمل تيربو امتى وامتى لا. بس عيون كويس استنى. كويس كويس كويس، ماشي ماشي ماشي. وسع عيود فرقوا عني جامد. كويس ماشي كده، انا حفظت الطريق وحافظت على السرعه. حلو 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 بقى، تعالى بقى عايز بقى ايه اطور من لعبي عشان اهزمهم. اجل اجل هنا ننط هنا نعمل عايز ابعد على الصندوق ده بسرعه. روحي حاول تاني. كويس هما قدام، هو الفرق بقى اقل، الفرق بقى اقل، في تطور. اجل اجل كويس 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 كويس، الاداء كده احسن. لا الصندوق ده رخم جدا، مش لازم ابعد عن الصندوق. حلو بعت الصندوق اخدت السرعه تاني. يلا اللفة الأخيرة. حلو 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 كده، بس في مستوى المطور. طبعا 1 2 3 1 2 3 ناخد السرعة دي مهمة جدا. حلو، وهنا نعمل تيربو. اها كويس جدا كويس ماشي. بس عاد انت وهو يوهو سبقت نسختي القديمه كمان يا جدعان. انا الفريق ده ما لعبتش فيه من زمان جدا، فمتهيألي لو برضه حاولت اكسر رقمي هكسر رقمي بسهوله فيه، ده انا في وضع المرآه وبعدي نسختي القديمه او ان عديتها تاني. حلو 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 كويس كويس. حلو بعدت عن الصندوق. يلا بينا اخر لفه الجولات الاخيره. تعالى بطريقه، هو المطور فين؟ محدش شاف المطور يا جدعان. استنى 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 استنى. ايوه ايوه يا سلام. اوه تعالى 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 تعالى.
ماشي. اوه هزمت المطور يا جدعان، ايه الحلاوه دي؟ كنت متوقع ان انا هاخد محاولات اكتر من كده، كان الموضوع ما خدش وقت طويل. وبس كده خلص بقى الفيديو، ما تنساش بقى لك سبسكرايب الحاجات الحلوه دي، اتفرج على الفيديوهات اللي فاتت واستنى الفيديوهات اللي جايه، ويلا سلام.